نعم، يمكن القول بحسب بيان وزارة الخارجية الذي صدر قبل قليل أن طائرتان تم وصلتا إلى العاصمة الفرنسية باريس. الطائرة الأولى وصلت في وقت مبكر من صباح هذا اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت باريس، بالإضافة أيضا إلى الطائرة الثانية التي وصلت صباح هذا اليوم قبل ساعات من الآن. كان في استقبالهم مجموعة من الصليب الأحمر التي قدمت المساعدات الطبية والإسعافات الأولية، بالإضافة أيضا إلى الدعم للرضع الذين كانوا يتواجدون على متن هذه الطائرات. بحسب البيان الذي صدر، هنالك أكثر من 350 فرنسيا تم إجلاؤهم، بالإضافة أيضا إلى جنسيات مختلفة من دول العالم، من بينهم لعل أبرز هذه الجنسيات بحسب البيان هم لبنانيون وأيضا من الهند، بالإضافة أيضا إلى دول أوروبية كالبرتغال وألمانيا وأيضا مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا البيان تطرق إلى عدد الطائرات التي تم استخدامها في عملية الإجلاء، وهي 4 طائرات، منها طائرتان كما ذكرنا وصلتا بالفعل، لتبقى هنالك طائرتان من المقرر أن تستكمل عملية الإجلاء حتى منتصف ظهر هذا أو منتصف هذا اليوم، أي بعد ظهر هذا اليوم بتوقيت باريس. طبعا جميع مراكز الدولة الفرنسية مستنفرة لإتمام هذه العملية بنجاح، بالإضافة أيضا إلى خلية الأزمة وأيضا مركز الأزمات والدعم والتنسيق الذي أقامته وزارة الخارجية الفرنسية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الجيوش ووزارة الدفاع الفرنسية. طبعا محيط المطار أو نقطة الإجلاء هي في مطار نيامي الدولي بمساعدة القوات الفرنسية المتواجدة هناك، والتي يبلغ عددها 1500 جندي يقومون بمساعدة الفرنسيين الذين يرغبون بالخروج من النيجر. عدد الفرنسيين بحسب السفارة الفرنسية وبحسب الإحصائيات الأخيرة تقول بأن عدد الفرنسيين المتواجدون في النيجر 1200 فرنسي، بالإضافة أيضا إلى 400 أجنبي أو أوروبي من جنسيات أوروبية مختلفة. طبعا عدد الذين يرغبون بالخروج من النيجر بحسب السفارة الفرنسية هناك هم 600 شخص. طبعا الحكومة الفرنسية أو وزارة الخارجية الفرنسية لم تتطرق إلى موضوع إغلاق السفارة هناك، وإنما قالت بأن السفارة الفرنسية ستستمر في عملها، بالإضافة أيضا إلى أن وزارة الأركان والجيوش الفرنسية كانت قد تحدثت بأنه لن يتم إجلاء العسكريين المتواجدون هناك، على اعتبار بأن فرنسا لديها 1500 جندي في تلك المنطقة، بالإضافة أيضا ويعملون جنبا إلى جنب مع 1100 جندي من الولايات المتحدة الأمريكية في عمليات لمكافحة الجهاديين المتواجدين في تلك المنطقة. طبعا بالمختصر يمكن القول بأن عملية الإجلاء ما زالت مستمرة، تسير على قدم وساق دون أي عوائق وبكل سلاسة، وعلى اعتبار بأن الخارجية الفرنسية تتابع هذه التطورات لحظة بلحظة. أيضا هنالك مندوبون من وزارة الخارجية الفرنسية متواجدون في مطار شارديغول لاستقبال الفرنسيين الذين وصلوا إلى الأراضي الفرنسية، بالإضافة أيضا إلى الجنسيات الأخرى. لكن بالعموم يمكن القول بأن عملية الإجلاء كما ذكرنا تسير بكل سلاسة كما هو مخطط لها. 4 طائرات خصصتها الحكومة الفرنسية بالتنسيق مع وزارة الأركان والجيوش الفرنسية.